كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. حضرات السيدات والسادة، لقد نص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في تصديره على الالتزام الراسخ لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما فيها المرتبطة بالإعاقة، كما نص في مادته 31 على ضرورة تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بين الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما تم التنصيص في المادة 34 من الدستور على ضرورة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. المناظرة اللي نظمة تحت الرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصرو تأكد الاهتمام الخاص ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه الفئة المجتمعية اللي مازال ماخذات حقها في التنمية والتطور ديال بلادنا. اليوم بالبرهان والدليل تبين بإدماج أكثر من 30 مواطنة ومواطن ذوي احتياجات خاصة وإعاقة ذهنية في المقاولات أن المساهمة ديالهم في تنمية وإدماج هذه المقاولات والتنافسية ديال المقاولات تعرفات بالجدية ديالهم، تعرفات بالتماسك ديالهم، تعرفات بخلق جو تضامني داخل المقاولة، وهذا ربح كبير لكل مقاولة اللي كتدمج هاد الأشخاص ذات إعاقة ذهنية. واليوم بإدماج شركاء جدد اللي فهموا هاد الفائدة اللي عند هاد بالنسبة للمقاولات ديالهم اللي غيستفدوا من هاد الكفاءات والمهارات الخاصة غيتمكنوا من تقوية هذا الإدماج ديال هاد الأشخاص ذات مهارات خاصة في سوق الشغل، وغيتمكنوا أيضا من توفير لهم الحقوق ديالهم أولا وتوفير لهم الطموح ديالهم الشرعي للعيش الكريم. اليوم تنعيش واحد اليوم تاريخي اللي كيهم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الشغل وفي القطاع الخاص، واللي تيجي في إطار تنفيذ توجيهات سامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والعناية الكبرى التي يوليها للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، أيضا تفعيل مضامين دستور المملكة وتنزيل مقتضيات البرنامج أو التزامات البرنامج الحكومي. فاليوم هذه المناظرة اللي كتنظمها يعني ثلاث قطاعات حكومية هي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم اليوم توقيع MOU أو إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما تم توقيع شراكات اللي غتبدأ منذ اليوم في إدماج أشخاص في وضعية إعاقة في مجال الشغل كتجارب ناجحة اللي بدينا هذه سنة ونصف مع وزارة الصناعة والتجارة ومع الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية. فغادي يكون توسيع سواء في مجال التوزيع أو في مجال الأوتسورسين أو توريد الخدمات، وأيضا تم توقيع شراكة مع الفيدرالية ديال الشركات اللي كتشتغل في مجال نقل المستخدمين من أجل تسهيل نقل المستخدمين في وضعية إعاقة إلى أماكن عملهم. فإذا هذا كما قلت واحد اليوم تاريخي لأنه تيمثل البداية ديال تفعيل تنزيل المادة 15 من القانون 97-13، ونحن سعداء جدا لأنه تيجي أيضا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة. فهكذا تشتغل الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ووضع لبنات لتفعيل توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية اللي غادي يجمع جميع المواطنات والمواطنين بما فيهم الأشخاص اللي هما ذوي إعاقة، باش حتى هما عندهم الحق كيضمن الدستور، عندهم الحق للولوج للخدمات وللولوج لسوق الشغل. فكنتمنى النجاح والتوفيق لهاد الاتفاقيات، وتنبغي ننوه بالمجتمع المدني اللي تقوم بواحد العمل جبار، ولا أنسى الإعلام لأنكم دائما مواكبين.